دماغه. قمنا بوضع حيز الاستغلال هذا المصنع لصناعة يعني الأعلاف لإنتاج الأعلاف، وأنتم تعلمون أن ولاية الجلفة هي ولاية رائدة في الثروة الحيوانية، أن ما يقارب 25% من الثروة الحيوانية لا سيما في المواشي الأغنام تواجد على مستوانا. لقينا تسهيلات من الإدارة والآن المشروع راه اون برودكسيون في الإنتاج. القدرة الإنتاجية تاع المصنع 250 قنطار في الساعة، ويخدم جميع أنواع الأغذية سواء كانت من الدواجن أو الحيوانات الأخرى. التركيبة تاع المنتوج يختلف، عندنا تقريبا واحد 30 إلى 40 فورميلار. هذا المشروع يوفر 50 منصب فيها 30 دائمين و20 مؤقتين.